السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الحلقة الثالثة من سلسلة تعليم برنامج إكسل، وهنوري حضراتكم بعض المهارات كده اللي هنكمل بيها شيت الإكسل اللي هيحسب التكاليف بتاعتي. ومن الأدوات اللي هنحتاجها النهاردة في الدرس، نحن ما عايزين مثلا نثبت الجزء ده بحيث العدد كبير بالعرض، يعني في هنا شباك اتنين، انا باجي ما بلاقيش الجزء ده، الجزء ده عندي مهم عايز اثبته، فبنقوم محددين الجزء ده اللي عايزين نثبته. هنيجي على الخانه دي جنبه على طول، دي الارتفاع اتش، هنيجي على فيو ونديله امر فروز، يعني فروز بان بينز، يعني جمد الخلايا، تك عليها نديله امر اول امر ده فريز بينز كده. لو احنا مشينا بالشريط، طبعا الشريط اللي تحت ده اللي بيحرك الشريط بالجنب، يبقى كده المكان ثابت عندي. والقائمة الاساسية ثابتة. طيب في امر تاني برضو هنشتغل عليه، اللي هو لو انا عايز اخد دي الجزء ده كله كامل احطه في مكان تاني، بنحدده تك كليك شمال تحديد، نعمل كليك يمين ناخد كوبي ونيجي على المكان اللي هنحطه فيه هنا ده. في الاخر مثلا هنا البدايه هندي له امر كده، نحدد الخلايا ونكتب كليك يمين 1 2 3 دي عشان تيجي بنفس التنسيق، وهننسق بقى الجزء ده زي ما تعودنا. هنوحد الخلايا ونديله امر ميراج كده، وصلنا الباب بنفس الطريقة. عايزين نحدد الخلايا ونعمل كده، نقوم محددين الخلايا كلها مكان العمل ونتك على دي all borders، خلاص كده كملت معايا الجديد. كل الشغل بتاعنا بقى هيمشي على كده، هناخد كده كوبي ونغير بس معدات الداخلية. وفي برضو هنا في امر عايزين الوصف ده مثلا، لا انا عايزه فوق شوية، نعمل كليك يمين ده نتأكد ان هي كلها خلايا واحدة، نعمل كليك يمين فورمات سيل، ونيجي على الاليجمنت ونقول له بارد الفيرتيكال دي خليها سنتر، ونقول له اوكي يطلع معانا كده في النص. ونبدأ مع حضراتكم ونشوف كده هنكمل شيت الاكسل ازاي. نقفل ده كوبي في المكان اللي هنحطه، نعمل كليك يمين وامر بيست 1 2 3، امر ميراج حدد الخلايا ومجدول الشغل. طبعا بنراجع على المعادلات كلها عشان البيانات اللي دخلناها دي مهمة عشان تحسب المواد بطريقة صحيحة.
لا طبعا كل ده بنشيك على الأعداد. والشباك ده تقريبا منه 2، فهنغير العدد في الجدول بتاعه، هنخليهم الدبل. ودي بنعمل المعادلة بتاع جمع كل شباك لوحده، وبننسق الشيك بتاعنا عشان يبقى شكله متناسق برضو، ونراجع عليه كده. عايز تحدد بقى ألوان معينة كل شباك، تبقى عارف عايز تخلي اللون كله سادة. احنا طبعا عرفنا في الأساسيات ازاي بنغير الألوان دي. ده بنبدأ نكتب بقى المقاسات الجديدة لكل شباك. دي طبعا بيانات لشباك تاني، فاحنا هنغيرها ونعمل المعادلات بتاعتنا من جديد. دي المدخلات بس اللي بتدخلها في الشغل، بعد كده كل الشغل بيبقى اوتوماتيك. ده امر فريز عشان اعرف امشي الشيت بطريقه عرضه. نظبط المعادلات. ونخلي بالنا ان كل تصميم له قطاعات معينه واكسسوارات خاصه بيه. نجري شوية كده بنفس الطريقة بقى، أكيد زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقة، كلها معادلات بالتخصيمات اللي جبناها من الكتالوج. نجري شوية كده. بس في معادلة معينة عايز أوريها لكم اللي هو عشان نجيب الإجمالي. أنا هجيبها الإجمالي هنا أهو. طب معايا بقى طبعا هنغير المعادلات دي، هنقول يساوي، نفتح قوس الارتفاع في 2 زائد، نفتح قوس تاني العرض في 2. وفي امر في اخر الفيديو هقول لكم عليه عشان يجمع كله مع بعض. ويديني نفس النتائج. ده طبعا المفصلات 2 في 2، والرينو اللي هو الكونكتور بنقص طبعا لكل 4، كل الأرقام دي طبعا بنراجع عليها مرة واتنين علشان تدي نتائج صحيحة. كل الاكسسوارات ده هيتراجع عليها برضه بعد كده، وهنشرحها بعد كده لما نيجي لبند الاكسسوارات.
بنفس الطريقة بقى، كل المقاسات بتتغير فوق حسب الكمية، او انت دي بتكتبها مرة واحدة بس. بعد كده اللي انت بتحتاج تغيره مقاسات الشبابيك. وده شكل الشيت النهائي بعد ما خلصنا جميع الشبابيك. والأمر اللي قلته لحضراتكم وهقول لكم عليه آخر الحلقة هو هنا. أنا محتاج عندي أعرف الناتج ده، دي المعادلة بتاعته. بعد ما خدناها قط من هنا كده ناخدها، بس عشان احنا مسجلينها ان احنا كتبناها قبل كده، ويمسح الخانات دي خالص، الخانات دي النتائج دي. لو انا جيت في اول معادلة وقلت له دي انا عايزها بتساوي المعادلة اللي احنا عملناها دي، ونقول له انتر، يبقى الإجمالي بيساوي ار اس الار 5 5. نقربها برضو كده من هنا، الإجمالي ده بيساوي ار 5 ار 5، دي ار 5 دي في تي 5. طيب انا عايز النتيجه اللي بعدها على طول تيجي اوتوماتيك بنفس الطريقه بنفس المعادله دي. هنقوم متكئين على هنا، الركن تحت على الشمال كده باستمرار بالضغط، وننزل تحت. المعادله دي تي 5، المعادله دي تي 6، يعني خلاص دخلت على النتيجه اللي بعدها، هي ماشيه بقى لوحدها، هي حسبتها في جميع الجداول كده. وعايز حضراتكم برضو تدخلوا بيانات كتير، بس اهم حاجه يكون الداتا البيانات المدخله دي تكون سليمه عشان تديك نتائج سليمه. وإن شاء الله المرة الجاية هنعرف بقى تجميع الحاجات دي في الآخر والنتائج النهائية وبقية حساب الإنتاج والتكلفة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.